بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقلا عن موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، ففي إعلان مفاده أن التلاميذ المؤسسات التربوية تلاميذ المؤسسات التربوية من جميع المستويات ابتدائي متوسط ثانوي بإمكانهم الاستفادة من القنوات التعليمية، وذلك بدخولهم للرابط الذي سوف أضعه لكم أسفل الفيديو، بالإضافة إلى رابط الإعلان سوف أضعه أسفل الفيديو في هيئة صورة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.